وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، بعد التحية انقلي لنا الصورة لديك وأهم ما يتم مناقشته اليوم في جلسات الحوار الوطني. نعم، بعد التحية نتابع معكم في هذه التغطية الحية والمستمرة فعاليات جلسات الحوار الوطني في ثاني أيام الأسبوع الخامس، وهو اليوم المخصص للمحور الاقتصادي بلجانه المختلفة. إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا، فاليوم على مدار جلستين تعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلسات لمناقشة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، والجلسة الأولى بدأت بالفعل منذ ساعتين تقريبا، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تخص هذا الموضوع، منها الحديث عن سياسات العمل، قضايا الأجور، الضرائب والمعاشات، وأيضا أحاديث أخرى عن أهم ما أنجزته الدولة من وما اتخذته من خطوات في ملف القضاء على العشوائيات وأيضا الإسكان الاجتماعي. أيضا في نفس المحور، هو المحور الاقتصادي، وعلى مدار جلستين أيضا تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي على مدار جلستين لمناقشة الدين العام، الإشكاليات والحلول. وفي خلال هذه الجلسات بيتم مناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي بهدف الوصول لمخرجات تلبي إصلاح الإدارة المالية العامة وشمولية الموازنة العامة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وأيضا اتخاذ خطوات يعني في هذه الملفات وفي ملف الإصلاح الاقتصادي. أيضا سيتم الحديث عن كيف يمكن تحقيق التوفيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية، إلى أيضا تحقيق الاقتصاد الاستقرار الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاج. كل هذه طبعا الجلسات وكل هذه المناقشات بهدف الوصول لمخرجات تكون في شكل مشاريع قوانين أو توصيات يتم تطبيقها وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ذلك عن طريق تبادل الرؤى. أيضا بنشير أنه يعني يوم الخميس المقبل سيتم عقد جلسة استثنائية، وهي لمناقشة مشروع قانون محال من مجلس الوزراء تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وهو المشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهذا بيعكس الثقة الرئاسية وأيضا الثقل الذي تم إعطاؤه للحوار الوطني لمناقشة مختلف الموضوعات والأخذ برأي أعضاء والمشاركين في الحوار الوطني بجلساته المختلفة. سيتم مناقشة مشروع القانون قبل إحالته لمجلس النواب، وسيتم تأجيل الجلسات الخاصة أو جلسة الصناعة الثقافية والتي كان مقرر انعقادها يوم الخميس إلى وقت لاحق. وبطبيعة الحال سنتابع معكم كل ما هو جديد وكل ما يخرج من الجلسات التي تعقد على مدار اليوم في المحور الاقتصادي من جلسات الحوار الوطني. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. بالتأكيد بشكرك شكرا جزيلا الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر انعقاد الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.